شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في الاجتماع رفيع المستوى من أجل استقرار الموصل، والذي عقد اليوم بمدينة باريس بحضور فخامة الرئيس فرانسوا أولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، إضافة إلى مجموعة من وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والأوروبية. وخلال الاجتماع شدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على أهمية عملية تحرير المدينة الموصل وتخليص أهلها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، وأنها تعد مرحلة حاسمة وضرورية لاستعادة جميع الأراضي العراقية وتمكين الحكومة من الاطلاع بمسؤولياتها في عملية النهضة والبناء واستعادة سيطرة الدولة على كامل ترابها الوطني من التنظيمات الإرهابية، مؤكدا معالي على ضرورة قيادة الجيش العراقي الوطني للعمليات العسكرية بدعم من قوات التحالف العالمي لمكافحة داعش. هذا وحث معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على تجنب العنف الطائفي بكافة أشكاله وعدم السماح للميليشيات والتنظيمات غير الحكومية من استغلال الموقف لتنفيذ أجندات طائفية أو خارجية والتصدي لما ترتكبه الميليشيات المتطرفة من أفعال إجرامية وغير إنسانية تطال أبناء العراق وجواره تحت غطاء محاربة الإرهاب. وطلب معالي وزير الخارجية بتوفير كافة أشكال المساعدات اللازمة لأبناء مدينة الموصل وإيواء الهاربين من العنف، وألا تكون عملية تحرير المدينة سببا في مضاعفة معاناتهم، وإنما تضع حلا شاملا لهذه المعاناة وتضمن عودة الحياة الطبيعية لهم. وأعرب معالي وزير الخارجية عن أمله بأن تتكلل هذه العملية بالنجاح، مؤكدا تضامن مملكة البحرين مع كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى اجتثاث داعش وسائر التنظيمات الإرهابية من العراق ومن جميع الأماكن التي تتواجد فيها.